الموجودين. موجودين اي بالظبط. لقيتي الناس التقيله في الفيلم وانت بتتفرجي مع خالد يوسف؟ واتفاجئت الحقيقه. اتفاجئتي بمين؟ رغم اني عارفه انه عنده ده، لكن بيومي فؤاد مع حفظ اللقب. انا ما كنتش اتوقع النتيجه دي. في تقل في الاداء انا ما توقعتش اني هشوفه. وشخصيه علي محتاجه ده. ايوه. فيبدو ان هو فهم ده، استاذ خالد فهم ده. راجع على خالد. استاذ خالد يعني. طبعا. استاذ احمد العوضي برضو اكيد برضو في ادى حاجه من اللي كانت المفروض يديها، انا ما كنتش متوقعها كده مع كل اعجابنا بيه، بس ما كنتش متوقعها كده. الحقيقه اكتر من حد، استاذ حسين فهمي طبعا يعني استاذنا العظيم، اللي مقدمها سهل ممتنع جدا يعني. كلهم زينه كانت مختلفه طبعا، استاذ صلاح عبد الله، استاذ عايزه بس انساش الاسامي كلهم والله، بس انا كان انبهاري اكتر ببيومي فؤاد. يا هو اكتر حد يعني انا قاعده عامله له كده اللي هو ايه ده. يعني انا كنت خايفه قبل ما يطلع الفيلم، كلنا كنا كاسره خايفين، لانه شخصيه علي وشخصيه بكر صراعاتهم وتفاصيلهم صعبه قوي، ومين اللي هيعمل ويطلع كل ده. وخايفين انه مش عشان تقصير من حد، بس عشان الشخصيات هو اللي كاتبها مش موجود واتقل من المتوقع. تمام. بس يمكن اللي كان مطمني انه اسم خالد يوسف، انا عارفه المخرج بالزبط. اللي معانا ايه حرك حاجات كتير. خالد يوسف سيناريو ليه علاقه بانه يبقى الفيلم بتاع دلوقتي، بتاع 2024 يعني، كان لازم يعمل ده وعمله. وده ليه علاقه، عفوا نسرين، باللي كنت بتقوليه من شويه انه افلام بابا بتحتاج وقت على ما حد يفهمها. دي اعتقد خالد يوسف وده بقى كنت متوقعه ان استاذ خالد ارضيه فكريه واحده من بابا. فهو فاهم المورال ايه، فاهم الرساله ايه، نفس المبادئ عندهم واحده في حاجات كتير. ما بين سطور وطلعوا حتى هو ما غيرش الحاجات الاساسيه. نصرين برضه. هو كان لسه بيقول حتى مين؟ استاذ خالد. والله بس انا عارفه يعني. مبادئ واحده ونصرين زي بعض وشايفين كذا. حب اسكندريه واحد. بالظبط. فغير الكلام، اتغير من بعض التفاصيل، لكن هو الاساس حتى الحاجات اللي ما طلعهاش قوي من الاساس هو مستعين بشكل كامل. تمام. يعني القضيه بتاعت بابا هو فرشها. فرشها وبطريقه. ايوه الله. استاذ برضه بيت الروايه برضه بنت المؤلف مختلف. نسرين، بابا كان بياخد رايكم في شغله؟ جدا. كان بياخد. جدا ويحب. بعد العرض ولا على الورق؟ على الورق. كان هو اللي بيبادر البدايه يعني، كان بيحب قوي مجرد ما يخلص حلقه مثلا واحده. وممكن يزعل لو ما حدش سمع. ويبقى سامع كويس قوي يعني. هو بابا حتى كان في انطباع عنه ان هو ديكتاتور وما يحبش يسمع. لا، هو بالعكس كان بيسمعنا جدا. هو حتى من منطلق ان احنا ناس يعني متابع مشاهدين. فهو عايز يعرف راي المتلقي ده ايه، هيبص للحكايه ازاي. واحيانا ياخد ببعض الحاجات اللي نقولها. كنتوا انتوا تختلفوا في الراي على عمل؟ في تفاصيل اعمال. طب اديني مثال، مثلا دراما ولا سينما ولا مسرح؟ ممكن ايام السينما انا كنت في اغلب افلامه ما عدا يمكن اخرها، كنت صغيره لسه صغيره. فكنتش مستوعبه. بس اخواتي كانوا بيتناقشوا معاه وكانوا يستفسروا اكتر. تمام. لان هم خايفين من يمكن فكرة. عشان الدراما كانت بتتعاد ليه كتير. فانت برضو تعتبري شفتيها. شفتها اكتر. شفت يعني دراما اكتر ما شفت سينما. كانوا يتناقشوا من باب السؤال يعني، هو احنا كنا حساسين شويه في التعامل معاه، اللي هو طب ليه عملت كذا يعني. ممكن مثلا يكون في الدراما كان ده بيحصل اكتر، هو اللي يسال يعني. لما دي مثلا زيزينيا مثلا، يا سلام، انتوا شايفين ايه يعني شخصيه بشرى، اكمل الخط بتاعه يعمل كذا ولا لا ياخد يعني. احنا ممكن نساله طب انت ليه يا بابا خليته في المرحله دي يحصل صراع تاني بينه وبين عايده مثلا، ما يكملش بالشكل المتوقع. استاذ في قفل الحلقات اولا يعني.